التواصل مستمر والانطلاقات مستمرة على أرضية هذا الميدان، ميدان الشيخ سلطان بن زايد التراثي. انطلق الشوط الثاني، والشوط الثاني خصص للإبكار المهجنات الأصايل مقدمة الشوط والمركز الأول من تستفتح النداء في هذا المسار المستمر. فلك عبد الله بن زعل بن سالم العويسي يتقدم بانطلاقة فلك على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني الوصول والانطلاق من خلال تواقي الطليعة. عبد الله بن مسلم بن علي العامري ينطلق بانطلاقة الطليعة على مستوى المركز الثاني، غيرت إلى الصدارة. المركز الثالث، المركز الثالث الوصول والانطلاق والتقدم من خلال تواجد هذه الشعارات، من خلال تواجد هذه الأسماء، التقدم من خلال تواجد ضجة. عبيد بن نصيب العتيق السبوسي يتقدم على مستوى المركز، هنا أيضا المركز الثالث. أما رابعا الوصول والانطلاق من خلال تواجد الظبي محمد بن مبارك بن عبيد الشامسي ينطلق على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والانطلاق والتقدم من خلال تواجد متعبة محمد بن يابر بن هياي المنصوري ينطلق بانطلاقة متعبة على مستوى المركز الخامس. المركز السادس الوصول هنا أيضا من خلال تواجد شواقة محمد بن عزير بن محمد الحميري ينطلق على مستوى المركز السادس. المركز السابع الوصول هنا أيضا من خلال تواجد نقود عبد الله بن سيب بن معدد المشغوني، ولكن شوف التغييرات من بهجة. سعيد بن منان بن غدير الاكتبي يتقدم بانطلاقة بهجة على مستوى المركز الثامن، غيرت إلى السابع. المركز التاسع الوصول من عناوين محمد بن ناصر بن مشيط المري يتقدم بانطلاقة عناوين على مستوى المركز التاسع. المركز العاشر، المركز العاشر التماس خالد جوير الله بن علي بن مانع الأحبابي بن جوير الله، هنا أيضا بن مانع الأحبابي يتقدم هنا أيضا بانطلاقة التماس على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز العشر الأولى المتقدمة في هذا المسار والمنطلقة. يا هي أسماء بعد العشر، يا هي شعارات بعد العشر، متقدمة في هذا المسار، مندفعة في هذا الإبداع. أول أشواط المهجنات، أول إبداع المهجنات لمن يسجل من بين هذه الشعارات، من بين هذه الأسماء المنطلقة في هذا المسار والمندفعة في هذا الإبداع. والتحدي والإثارة بالحرزي بالحرزي من يقود هذا المسار ينطلق بهذا الإبداع. والتحدي والإثارة بانطلاقة الظبي محمد بن مبارك بن عبيد بالحرزي الشامسي يتحكم بالأمور حتى هذه اللحظات، مسيطر كل السيطرة في هذا الانطلاق. قدم الخوارة والكثير والكثير في عالم الأصالة. يا سلام على هذا الانطلاق، يتقدم بانطلاقة الظبي محمد بن مبارك بن عبيد بالحرزي الشامسي يتقدم بهذا الانطلاق، يؤكد الحضور في هذا المسار المستمر. يا سلام، انتصفت المسافة، انتصفت المسافة، وبالحرزي من يقود هذا المسار ينطلق بهذا الانطلاق المستمر والخطير. المركز الثاني الوصول والانطلاق من خلال تواقي الطليعة. عبد الله بن مسلم بن علي العامري يتقدم هنا ايضا بانطلاق الطليعة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والانطلاق والتقدم من خلال تواقي الضجة تنطلق على مستوى المركز الثالث، هنا ايضا عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي يتقدم بانطلاق الضجة على مستوى المركز الثالث.
الثالث الوصول الوصول والانطلاق. وصلت الشعارات وصلت الأسماء وصل بن هياي يتقدم بهذا القدوم يقدم لنا متعبة محمد بن يابر بن هياي المنصوري يتقدم. وهنا أيضا بن منانة أيضا قادم يقدم لنا هنا أيضا بهجة سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. والقادمة هنا أيضا الغادمة شواقة محمد بن عزير بن محمد الحميري يتقدم. والغادمة على مستوى المركز السادس يا سلام الغادم التماس بدأت التماس والتقدم يا سلام. خالد بن قوير الله بن علي بن مانع الحبابي يتقدم بانطلاقة التماس بن سرود بن سرود أيضا قادم بتقدم. هنا أيضا دفرة منصور بن ناصر بن سرود الخيلي بدأت الأسماء بالتقدم بدأت الشعارات يا سلام بالتقدم بالإغلاع. وصلنا هنا أيضا كيلو ونص الكيلو كيلو ونص الكيلو ما يصلنا عن العبور ما يصلنا عن الوصول نحو خط النهاية بالحرز من يقود هذا المسار ينطلق بهذا الانطلاق الكبير والمثير يا سلام. يقدم لنا الظبي محمد بن مبارك بن عبيد بالحرز الشامسي يتقدم بانطلاقة الظبي على مستوى المركز الأول يؤكد لنا الحضور في هذا المسار. المركز الثاني التماس تنطلق التماس خالد بن قوير الله بن علي بن مانع الحبابي يتقدم بانطلاقة التماس على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من متعبة تنطلق متعبة محمد بن يابر بن هياي المنصوري ينطلق على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والانطلاق من بهجة سعيد بن منانة بن غير الكبي بن مشيط بن مشيط مع عناوين محمد بن ناصر بن مشيط المري يتقدم بانطلاقة عناوين بن سرود يتقدم مع سادس الأسماء. ولكن الكيلو الأخير الكيلو المثير هنا أيضا بالحرزي يتقدم بانطلاقة الظبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول انطلاق تلغاي عروض تلغاي حتى هذه اللحظات يقدم لنا الظبي بهذا الإبداع والتحدي والإثارة. محمد بن مبارك بن عبيد بن الحرزي الشامسي يتقدم عناوين عناوين بن مشيطة أيضا قادمة قادمة على مستوى المركز الثاني عناوين تتقدم يقدمها هنا أيضا محمد بن ناصر بن مشيطة المري يتقدم. ولكن بالحرزي 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 مع الصدارة بالحرزي مع المقدمة بو سلطان يتقدم ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق على هذا الإبداع يتقدم هنا أيضا بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن مبارك الشامسي يتقدم بهذا الانطلاق يندفع بهذا الإبداع والتحدي والإثارة. الظبي 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 اسم على مسمى تنطلق بهذا الانطلاق تندفع بهذا الاندفاع وبهذا الانطلاق. أول أشواط المهجنات أول إبداع المهجنات الشوط الرئيسي للمهجنات خلاص سجلوا باسم الظبي محمد بن مبارك بن عبيد بالحرج الشامسي تؤكد الحضور يؤكد الحضور. مشكور يا سلطان يا ابن مبارك يا بالحرز الشامسي هنا أيضا مشكور يا سلطان يا ابن محمد يا ابن مبارك بالحرز الشامسي لحظات وصول الظبي بلا أي منافس ولا أي منازع على الإطلاق سلام الظبي سلام محمد بن مبارك بن عبيد بالحرز الشامسي. ثانيا الوصول والانطلاق من خلال تواجد بهجة سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. رابعا هنا أيضا أو ثالثا الوصول من عناوين محمد بن ناصر بن مشيت المري. الرابع اثنين المركز الرابع نوف معيد بن مانع معيد بن محمد مانع اليومي. وأما المركز الخامس هنا أيضا تصل التماس خالد بن قوير الله بن علي بن مانع الأحبابي. 7:43 ثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين.